من موسكو تنضم إلينا مراسلتنا أريج محمد. أريج أهلا بك. يعني بتأكيد هذه التقارير تقارير في منتهى الأهمية والحساسية التي تشير إلى هذا اللقاء. ما الذي نعرفه عن خلفيات يعني ما الذي عرف عن ما اشتمل عليه هذا اللقاء بين الرئيس بوتين وقادة مجموعة فاغنر؟ مروج، ما يمكن معرفته ربما القليل جدا في ظل الغموض الذي لا زال يكتنف طبعا ما يحوم حول شركة فاغنر العسكرية الروسية الأمنية الخاصة في ظل ما حدث في 24 يونيو حزيران الماضي من تمرد مسلح أفشلته المنظومة الأمنية والعسكرية للبلاد. هذا من بين المعطيات التي نعرفها، والتي وفي ظل هذه المعطيات وفي ظل التوافق الذي تم التوصل إليه بواسطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكا على ما يبدو بين الكرملين وفاغنر ومؤسس هذه المجموعة يفغيني بريغوجين، تم اللقاء الذي تحدث عنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قبل نحو ساعة ونصف من الآن، حيث قال أنه بالفعل وبعد 5 أيام على هذا التمرد التقى الرئيس الروسي بيفغيني بريغوجين وقادة في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة. استمر اللقاء 3 ساعات طبعا، الذي اللقاء عقد في الكرملين، وهذا معطى مهم ربما أيضا يجب الإشارة إليه والتلويح إليه والالتفات إليه في ظل المعطيات التي نملكها أو كنا نملكها قبل الإعلان الروسي الرسمي عن هذا اللقاء، بالإضافة طبعا إلى أن بوتين استمع إلى رواية فاغنر فيما يتعلق ليس فقط بما حدث على الجبهات والانتصارات التي تمكنت هذه المجموعة من تحقيقها والمكاسب في جنوب وشرقي البلاد، لكن أيضا لرواية فاغنر فيما يتعلق بأحداث التمرد المسلح الذي حدث في 24 من الجاري. بعد أن استمع بوتين إلى هذه الرواية، رواية فاغنر، قرر أن يعرض على القادة المجتمعين معه إمكانية توظيفهم المستقبلي فيما يتعلق على ما يبدو بالأعمال القتالية في صفوف الجيش الروسي. ونعلم أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت منذ فترة وجيزة عن رغبتها التعاقد مع كافة المجموعات الأمنية العسكرية الروسية الخاصة في البلاد ووضعها تحت عباءتها، عباءة وزارة الدفاع الروسية، بالإضافة طبعا إلى أن الرئيس الروسي قال أنه مهتم طبعا فيما يتعلق بمتابعة على ما يبدو هؤلاء القادة لمسيرتهم، خصوصا أنهم أعلنوا ولائهم لرئيس الدولة ولسيادة الدولة ولرموزها، في إشارة واضحة إلى أنه ربما ستشهد الفترة المقبلة تحولات فيما يتعلق بوضع هذه المجموعة، ليس فقط المجموعات الأمنية الخاصة الروسية ولكن أيضا فيما يتعلق بوضع فاغنر على وجه الخصوص. شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا أريج محمد.